وعن ارتفاع درجات الحرارة اللي وصلت إلى نصف درجة الغليان في محافظات العراق وحتى الوطن العربي. اليوم شلون نقدر نحمي أنفسنا من التعرض لضربة الشمس، خصوصا أن شريحة واسعة من العراقيين هم من الكسبة والموظفين، وهل يمكن أن تؤدي ضربة الشمس إلى الوفاة؟ الشمس فوائدها ومخاطرها وكيفية الوقاية منها، كل هالتساؤلات راح نناقشها مع ضيفتنا أخصائية التغذية الدكتورة ريم أديب. يسعد صباحك. صباح خيرات يا هلا فينا. صباح الورد. نورتينا يا هلا بيك. نوركم كافي. طبعاً تفضلي. رجعنا لنفس المشاكل اللي هي تريد تسأل وأنا أريد أسأل. بالبداية نورتينا أكيد. إحنا نريد نعرف هل فعلاً يعني أشعة الشمس وهذه ضربات الشمس اللي ممكن تصير لنا بدرجات الحرارة المرتفعة عندنا بالعراق أو بالشمال هي تكون شوية منخفضة تؤدي إلى الوفاة؟ اي فعلا هي ممكن الى مخاطر. هي ضربات الشمس خمس مراحل، المرحله الاخيره فيها اي ممكن تؤدي لوفاه، خصوصا انه نحن بهاي البلدان هي بتتعرض لدرجات حراره مرتفعه اكثر من غير بلدان، وهذا الصيف هو عم يسجل ارقام قياسيه بدرجات الحراره، هو الصيف الاكثر حراره والاكثر سخونه من مئات السنين، فاي ضربه الشمس خطيره ولازم ناخذ الاحتياطات اللازمه لحتى نتفاداها، نتفادى الخطر. نعم، طيب دكتوره شنو هي يعني هل اكو طرق مثلا ان تخلينا نكافح هذا الحار يعني من ما نتعرض له، او مثلا طرق ثانيه ممكن انه احنا نستغني خلينا نقول بهاي الاوقات اللي بيها الشمس ودرجات الحراره العاليه انه ما نطلع، او شنو الطرق؟ ايه هو الافضل انه نحن باوقات الذروه اللي هي مثلا هون بالعراق ممكن تبلش من الساعة 1 للساعة 4 5، هاي بتكون درجة الشمس بتكون عمودية جدا، بتكون درجة الحرارة عالية جدا، فالأفضل إنه نحن نتجنب إنه نطلع أو نشتغل بهاي الفترات، خصوصا إذا عندنا طفل أو مسن أو حدا عنده مشكلة صحية مثل سمنة، سكري، مرضى قلب، مرضى الكلى، هدول كثير بيكونوا معرضين للخطر. أما في حالات معينة بيكونوا الأشخاص هني بيشتغلوا بأجواء حارة، يعني مثلا مثل عمال الصيانة، عمال البناء، بعض الفلاحين، هدول عم يشتغلوا كل نهارهم بالشمس، فهدول يعني بيتعرضوا لضربات الشمس بدرجات المختلفة، كل درجة إلى شيء نحن لازم نتجنبه إلى علاج معين. بس غالب الاحيان نحن مثلا ننصح بانه اللباس ما يكون كثيف، ما يكون غامق مشان ما يمس اللون، بننصح بانه يستخدموا الكاسكيت قدر الامكان، ممكن اوقات في بعض العمال بيستخدموا كمادات مي بحطوها تحت الكاسكيت. صحيح، المنشفه يبللوها. المنشفه بالضبط، برافو عليك. النظارات الشمسيه، الواقي الشمسي قدر الامكان. هلا هني اوقات بيضحكوا علينا انه شو بده يعمل واقي الشمسي والنظاره بهالحر، بس انه ايه بتخفف شوي، ممكن تحمينا. صح، تحمي ايه. ونحن بنحاول كمان ننصح انه يتبعوا قاعده ال20، يعني مثلا اذا كان شخص جديد، عامل جديد نازل على الورشه جديد، فنحن بننصح هون بالعادي للي عم يديروا العمليه انه يتعرض اول يوم ل 20 دقيقه شمس، ثاني يوم بنزيد له اياها 20 دقيقه، ثالث يوم 20 دقيقه. اما الاشخاص اللي بيكونوا اكثر معرضين للخطر، نحن بنحاول ننصح انه كل ساعه حاول تستريح دقيقتين ثلاثه تحت المكيف، بحيث انه يبرد جسمك. اما وقت اللي بيصير فيه خطوره، بيصير فيه تعرض لضربه شمس، هاي الى احتياطات ثانيه، هاي الى علاج ثاني. نعم. زين، بعيدا عن الاطفال اللي هم اكثر عرضه للاصابه بكل الامراض وبضربه الشمس وبهذه الدرجات اللي هي اقصى درجات الخطوره، هم الاكثر عرضه للاصابه الرجال ام النساء؟ والله هو حسب العمل، حسب البيئه اللي عم يشتغل فيها الشخص. انا برجح الرجال اكثر من النساء، لانه هني اكثر يعني وقت اللي نحكي على عمال الصيانه او عمال البناء هني رجال. صحيح. بس وين بيكون الخطوره عند النساء؟ وقت اللي بنشوف انه السيدات بيحبوا يكسبوا اللون الاسمر السمره، وبروحوا على البحر، بروحوا على الشط، فممكن تكون اي سيدي ما انا عم تاخذ احتياطاتها الكافيه، فبصير ضربه شمس او بصير ارهاق، يعني انهاك حراري، ما بالضروره انه نروح للدرجه الاخيره اللي هي ضربه الشمس. نعم. طيب احنا مثل ما ذكرنا همينة، هل ممكن انه ضربه الشمس تؤدي الى الوفاه؟ ايه ممكن تؤدي الى الوفاه اذا ما عرفنا كيف ان يعني ننتبه للاشارات الحمراء مالتها. شنو هي الاشارات اذا ممكن تقول لنا؟ اوكي، هلا نحن بنبلش اول شيء. هلا هو سبحان الله بطبيعه جسم الانسان في ميكانيزم خاصة بيستخدمها الجسم لحتى يتوافق مع درجة حرارة البيئة المحيطة، يعني مثلا احنا هلا درجة الحرارة برا 50، كيف جسمنا قادر يحافظ على درجة حرارته الطبيعية اللي هي 38؟ من خلال ميكانيزم خاصة موجودة بالجسم، في سنتر خاص بالدماغ بيعطي أوامر للجسم بأنه يفرز التعرق لحتى يضل ينزل درجة حرارة الجسم لتتوافق مع درجة حرارة البيئة المحيطة. بالشتاء كمان نفس الشيء،
في عنا آلية خاصة بالجسم ترفع درجة حرارة جسم الإنسان ليتوافق مع درجة حرارة البيئة المحيطة، قد ما كانت منخفضة بالوسط المحيط درجة حرارة الإنسان بتبقى طبيعية هي بحدود 38 أو 38.5. فنحن في عنا آلية هي اسمها آلية التعرق. فلحتى تكون آلية التعرق صحيحة وسليمة نحن لازم نشرب مي بكميات جيدة ومناسبة، خصوصا بارتفاع درجات الحرارة. نحاول نعوض السوائل ونعوض الفيتامينات والأملاح والمعادن اللي هي كمان بتحافظ على توازن الجسم خلال ارتفاع درجات الحرارة. هلا وقت اللي ما بيصير فيه تعرق، أول درجة بيصير فيه حبس للتعرق، الجسم ما بيقدر يفرز العرق، بيصير فيه عملية حبس تظهر على الجلد مثل حساسية أو بقع حمراء صغيرة، نحن ما بنعرف شو هي، بس هي يعني هي مفكرة حساسية ولكن هي حبس للعرق. فنحن بننصح بأول درجة، هاي تعتبر إنه نبعد عن الشمس، منبرد، بنشرب مي باردة وبنرجع للعمل مرة ثانية. الدرجة الثانية هي درجة الحرق، فبصير الجلد هون بصير في حرق على الجلد. كمان نفس الشيء بننصح بإنه يبرد، يشرب مي، وممكن يستخدم الكمادات. الدرجة الثالثة نحن هون صرنا على الأخطر، بصير في تشنجات عضليه. ليش؟ لانه نحن عم نخسر سوائل وعم نخسر الفيتامينات والاملاح، فبصير في تشنجات وتقلصات بالعضل. هون لازم كمان يرتاح، يشرب مي باردي، نعطيه محلول ملحي لحتى نعوض الشوارد اللي عم يخسرها. اذا استمرت الحاله اكثر من ساعه فلازم يتوجه للطوارئ. المرحله الرابعه هون بلشنا بالخطر الاعلى اللي هو انهاك او ارهاق حراري، بصير في دوخه، اعياء، تشويش رؤيه، ببطل يعرف يحكي، بصير بخربط بالكلام، بقبق العين بصير كثير صغير، بينخفض النبض. هون لازم فورا طوارئ، واصلا بين ما يجي الطوارئ نحن كمان لازم نحاول نعطيه مي وملح ونخفف اللباس. اما اخر مرحله فهي ضربه الشمس، نحن ما بنشوف غير الشخص وقع قدامنا فجاه، وقع هو بيكون مرق بكل ما سبق بس هو ما عم ينتبه للاشياء اللي عم يمرق فيها، فورا بيوقع. بصير هون فورا لازم يكون في طوارئ، وحتى بالطوارئ كمان بيعطوه محلول ملحي. اذا ما عرفنا نتداركها بالوقت الصحيح ونوصل بالوقت الصحيح ممكن تصير وفاة. طيب شنو هو الوقت اللي هو اكثر خطوره بالنسبه لي ممكن الاصابه تكون بضربه الشمس؟ هي الاخطر هو وقت الذروه يلي حكيناه. في بلدان من 12 لل3، في بلدان من الوحده لل4 هاي الشمس بتكون فيها عموديه على راس الانسان. نحن بنفضل انه ما الانسان ما يتعرض للشمس بهذا الوقت، بنفضل انه ما يكون في عمل، انه يتجنب التعرض لاشعه الشمس. اذا في عمل ياخذ استراحه بين كل ساعه وساعه، 3 دقائق 4 دقائق مناح كافيين لانه يبردوا الجسم، مع استخدام المي. دائما كل ساعه نحن لازم نشرب مي، ما لازم نعطش. شعور بالعطش هو مؤشر خطير انه نحن عم بلش جسمنا يجف، لازم كل ساعه نشرب كاسه مي، نشرب محلول ملحي، مثل ما قلنا نستخدم نظارات وكاسكيت، هدول بيفيدوا. نعم. طيب دكتور انت ذكرتي انه احنا لازم دائما انه نشرب مي، قلتي كل ساعه لازم انه كاسه مي. طيب بالنهار تقريبا شقد لازم تكون كميه المي اللي احنا لازم ناخذها يوميا؟ هاي بترجع لوزن جسم الانسان. ممكن احنا نضرب الجسم، وزن الجسم برقم 35. أوكي. بيطلع عنا بالميلي قديش هو بحاجه، يعني مثلا انت ممكن تكوني بحاجه ل 2000 ميلي، يعني لترين خلال اليوم. طبعا الرجال بتبقى الحاجه عندهم اكبر. في قاعده بتقول انه السيدات 8 كؤوس والرجال 10 كؤوس. كمان بنزيد كاس بالنسبه اذا كانت اذا كان العمل ببيئه حاره، مثل ما قلنا اذا كانوا عمال بنزيد كاس او كاسين، بس هو يفضل انه نضرب وزن الجسم بالرقم 35. نعم. طبعا همين اكو هوايه بنات انا اعرفهم هم ما يحبون انه يشربون المي، حتى رجال يعني نقول انا ما احب المي ما اشرب المي. شنو مثلا انت برايك النصائح او الطرق اللي ممكن هي تقدر انه تشرب المي بالكميات اللي هي لازم تاخذها يوميا وهي انه عاجبها انه تشرب المي؟ ايه هو للاسف هدول الاشخاص موجودين ما بيشربوا مي، مثل لك بالنهار كله ممكن اشرب كاسه مي، بالشتويه ممكن يمرق 3-4 ايام لك هلا يعني لحتى اعطش لحتى اشرب كاسه مي. هذا اول شيء رح يسبب جفاف بشره، جفاف بالعوم، بالحلق، جفاف بالجسم. نحن بجسمنا المي 70% من تكوين جسمنا، هي داخله بكل الخلايا، داخله بتكوين الدم، فالمي كثير ضروريه ومهمه. حتى في اشخاص بيصير عندهم بعدين احتباس سوائل، تلاقي جسمهم عم ينفخ او عم يزداد وزنهم لانه بياكلوا مأكولات فيها ملح كثير وما بيشربوا مي. فنحن بنحاول ننوه لهي الامور انه لا، المفروض الانسان كل ساعه يشرب مي. مؤشر العطش ما لازم نحن نشعر فيه. فنحن بنحاول ننوه انه لا، البشره بتنضر، خلايا الجسم بتنضر، الدماغ ما عاد بيعرف يشتغل صح، فالمي هي ضروره.
هي حاجه ملحه لجسم الانسان. صراحه انا شفت من الاشخاص اللي يعني بالشتاء خصوصا انا انسى اشرب المي, الا يعني احد يمي يذكرني او اشوف كاسه المي قدامي. وما احب طعم المي اني اصلا يعني, وما ابي طعم, بس انا ما احب شعور انه اني اشرب مي. صحيح. بس بعدين من يعني اكتشفت وسويت التحاليل حسيت بقيمته, انه قد ممكن المي هو ياثر على كل الفيتامينز اللي انا امتلكهم بجسمي. فقررت انه انا لازم اشرب مي من بعد هذه الخطوه. وممكن مرحله الخطوره اللي واحد يشعر بيها انه هو يترك المي بعدين يرجع اجباري, انه هو هاي طبيعه جسمنا هي بحاجه الى مي. صح, حتى هي بتكافح تقدم الشيخوخه. لاحظي اللي بيشرب مي قديش بضل بشرته مرطبه. صحيح. جسمه مرطب. ولاحظي اللي ما بيشرب مي قديش بضل جلده ناشف وجاف. بالشتوية كمان احنا بنلاحظ انه بصير في جفاف للجلد والبشره, وما بننتبه انه احنا ما بنشرب مي لانه ما بنعطش بالشتاء. صحيح, وهمين اغلبيه الناس يمكن انه يحطون وياها المي حامض او نعنع. هاي الاشياء تنطي يمكن شويه نكهه وطعم, انه يحبون المي بزياده. بتعطي نكهه وبتعطي كمان بتعوض لك شويه شوارد واملاح وفيتامينات انت عم تخسريهم خلال التعرق. هاي العصائر اللي بتتحضر بالبيت على البلندر, ممكن نضيف لها ثلج, ممكن نضيف لها ليمون. نعنع كثير طيبه وكثير مفيده وفريش. حلو. طيب هي ممكن اكو يعني اكلات او بعض الفواكه او المأكولات اللي احنا ممكن نقدر ناكلها اللي هي تحمينا او تقلل علينا خطورة ضربة الشمس؟ ايه, نحن بنفضل انه الشخص ما يتوجه للاكل اللي فيه بروتين حيواني, لانه هذا بيسبب خسارة الطاقة وخسارة السوائل وبيدخل الجسم بحالة كسل وخمول. بنوجه انه لا, الجسم لازم او الانسان يتعود انه ياكل اكلات باردة, اكلات نباتية, بروتين نباتي, يكثر مشروبات من العصائر. بس مثل ما قلنا العصائر تكون محضرة بالبيت, يعني ما بستفيد اذا انا شربت عصير جاي من برا وفيه سكر كثير. السكر رح يرجع يخليني احس بالعطش. ما رح استفيد اذا شربت مشروبات غازية كمان فيها سكر كثير. ما رح استفيد اذا اكلت مثلا اكلات جاهزه, لحوم مهدرجه, لحوم مصنعه فيها املاح صوديوم كثير, فيها دهون مهدرجه كثير. هاي بدخل الجسم بحاله خمول. يعني احنا بالصيف خصوصا احنا بدنا الجسم يبقى منشط, يبقى فريش, يبقى مرطب. فنحن بدنا اكل نباتي, اكلات ممكن لبن, اللبن بخيار اذا بنضيف له كمان نعنع كثير منيح, كثير ينصح فيه. انواع الخضروات مثل الخيار والخس والكوسه فيها كثير مي, نحن بننصح فيها تكون يوميا على المائده, يوميا على الفطور, على الغداء, على العشاء. هاي خضروات بالدرجه الاولى. كل فواكه الصيف مثل البطيخ والشمام, انتم بالعراق بتقولوا الرقه, فيها كثير مي, فيها كثير بوتاسيوم. كمان البوتاسيوم بخفض نسبه الصوديوم يلي هو اساسا بيعمل حبس, فالبوتاسيوم بيوازن كمان الشوارد والفيتامينات يلي نحن بحاجتها. كل انواع الفواكه هو سبحان الله في فواكه موسميه هي بتصير بالصيف لانه اصلا بيكون فيها مي كثير وسوائل كثير وبتفيد الجسم. صحيح, هو يعني اغلبيه الناس انه بالصيف دائما تفضل انه الفواكه اكثر شيء, يعني حتى لما قاعدين من النوم ما تحبين انه تاكلين يعني ريوق دسم او غدا انه يكون كلش ثقيل. دائما هالقد يمكن ما تحسين بالحر انه تريدين اشياء خفيفه, فواكه هالاشياء. صحيح, قد ما يكون فطورك بارد حاولي قدر الامكان فطورك يكون بارد, مثلا لبن مع شوفان, مع خيار الصبح كثير منيح. الغداء كمان يكون دائما في سلطه, في لبن بخيار. العشاء قدر الامكان يكون اكلات نباتيه. يلا بعرف شوي بالعراق صعب الاكلات النباتيه, بس هي بتبقى افضل للجسم, بتخلي الجسم رطب وفريش, ما يخسر طاقته. يعني احسن ما اكل انا وجبه دسمه كل النهار واصلا عرق وشوب, يعني الجسم بصير كسول كثير, خمول كثير. طبعا احنا نشكرك جدا على هاي المعلومات اللي قدمتيها. اكيد هاي كلها راح يستفادون عنها الناس, لانه احنا بهذا الجو الحار كل معلومه قلتيها محتاجيها. نشكرك كلش لوجودك ويانا. شكرا, نورتينا. اهلا وسهلا.